يا حبيبي يا حبيبي محاولة انتشال ما يمكن انتشاله. هذا طفل شهيد الآن، يتم رفعه الآن من قبل الأهالي. طفل صغير مستشهد. شاهد صعبة هنا نتجت عن هذه الغارة التي دمرت كل هذه المنطقة بشكل مفاجئ في منطقة العلمي في مخيم جبالي. تم تلقي اتصال باستهداف مربع كامل بجوار مسجد إبراهيم المقادمة يعود لعائلة السلاوي. تم تدمير المربع كامل بأكمله، ومن ويوجد به أطفال وشيوخ ونساء. هناك ما يزيد عن 50 إلى 60 شهيد ما زالوا تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة، وعشرات الإصابات تم نقلها إلى مستشفى كمال العدوان، وما زلنا نبحث حتى هذه اللحظة عن الأشلاء وجثث الشهداء تحت الأنقاض. الناس هنا تحاول رفع الأنقاض بأيديها، أطنان من الإسمنت والركام يحاولون رفعها من فوق جثامين الشهداء الذين لا زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض. يتم انتشال الشهداء بشكل يدوي وبدائي. هذه المنطقة تدمرت بشكل كامل بفعل هذه الغارة. نتحدث عن منطقة في قلب مخيم جباليا في منطقة العالمي. لا حاجة فيك يا أبا. ولا حاجة فيك يا أبا. ولا حاجة فيك يا أبا. بأعجوبة نجا هذا الشاب بعد أن تم العثور عليه تحت الأنقاض. يلا شباب. ولا حاجة. بهذه الأساليب البدائية يتم التعامل مع أطنان من الركام في ظل عدم تمكن الدفاع المدني من الوصول لهذه المنطقة وعدم توافر إمكانيات. يستمر البحث الآن عن أحد المفقودين في هذه المنطقة، يقولون إن شقيق الذي تم إنقاذه قبل قليل يتواجد أيضا في هذه المنطقة. أول شيء أنا نازل من مدينة بيت حانون، بدينا معسكر جبالي نصحين مشاهدين من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن قصفه من همجيته ومن عدوانه علينا. صحينا الصبح على صوت إشي نازل من السماء، تقول صعب وصفه، إشي صعب وصفه، تكون نازل من السماء تطلع في إشي نازل من السماء أسود مخيف عن أطنان برمى علينا، طلع شكل الدمار. بدينا نتفرج أو نشوف إيش صار في جيراننا هنا. زي ما انت شايف كل دقيقة طلع شهيد. المشهد هنا صعب للغاية، رائحة الموت تفوح، الدماء والأشلاء في كل مكان، دمار هائل نتج عن هذه الغارة التي استهدفت تجمعا للمنازل في منطقة العلمي بالقرب من مستشفى كمال عدوان. أعداد الشهداء لم تحصى بعد لأن العشرات لا زالوا تحت الأنقاض. حسن بدر، التلفزيون العربي من موقع المجزرة في منطقة العلمي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.